نظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات ندوة تحت عنوان الغاز الطبيعي المسال وقود التقدم، حيث شارك في الجلسة الفكرية سعادة المهندس جاسم عيسى الشيراوي القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لإنتاج والصناعات البترولية بالهيئة الوطنية للنفط والغاز، والأستاذ عبد العزيز الدوسري محلل برنامج الدراسات الدولية والجغرافيا السياسية دراسات. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات حوارات فكرية والتي سلطت الضوء على قطاع الغاز الطبيعي المسال من منظور محلي ودولي، وناقشت آخر التطورات والدور الذي يؤديه الغاز الطبيعي المسال في مزيج الطاقة العالمي والتوقعات المستقبلية. اليوم ندوتنا بعنوان حوارات فكرية ناقشنا قطاع الغاز الطبيعي المسال. أهم ملامح قطاع الغاز الطبيعي المسال تمت مناقشتها والأبعاد المستقبلية لهذا القطاع. يتأثر مستقبل الغاز الطبيعي المسال بشكل رئيسي بالسياسات الحكومية، خصوصا فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي، فقد عملت بعض الدول إلى استبدال المصادر الملوثة للبيئة كالفحم بالغاز الطبيعي، وهذا أدى إلى ازدياد الطلب على الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية التقليدية كالعرض والطلب التي تساهم في زيادة تقدم ومستقبل هذا القطاع. من أبرز الدول التي تستهلك الغاز الطبيعي المسال تاريخيا هي كوريا الجنوبية واليابان، بالإضافة مؤخرا إلى الصين والهند. تشكل هذه الدول أهم الدول التي تدفع بزيادة استهلاك الغاز الطبيعي المسال وتطوير هذا القطاع. طبعا الغاز الطبيعي المسال هو يمثل العصب الرئيسي للطاقة في مملكة البحرين، وإحنا الحمد لله يعني قدرنا نعرض عرض عن وضع الغاز في مملكة البحرين ووضع مشروع الغاز الطبيعي المسال اللي تم إنشائه ويتم حاليا تشغيل منشآته وعمل التجارب التشغيلية لتشغيله إن شاء الله، بحيث أنه يمكننا في مملكة البحرين من الحصول على مصدر آخر للغاز إذا حبينا في المستقبل، بحيث يغطي احتياجات مملكة البحرين من الغاز.